وحدها أصوات المدافع ما زالت تسمع في نهم كبرى مديريات محافظة صنعاء والبوابة الشرقية لها. فالمديرية التي تطل على سلاسل صنعاء الجبلية ما يكسبها أهميتها الاستراتيجية ما تزال مسرحا للعديد من المواجهات بين قوات الجيش الوطني والميليشيا. معارك عنيفة شهدتها سلسلة جبال يام المتصلة بمحافظة الجوف، حيث تمكن فيها الجيش الوطني من السيطرة على الجبال والمرتفعات الشرقية والجنوبية وصولا إلى جبال الذيبة في الجهة الغربية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على تعزيزات الميليشيا بقرية المجاوحة، نتج عنها تدمير عدد من آلياتهم قبل وصولها إلى خط المواجهات. إحدى هذه الغارات كانت قد استهدفت تعزيزات الميليشيا في منطقة بيت بجاش في الطريق الذي يربط مديرية بني حشيش بمديرية نهم. تتسارع وتيرة المواجهات في نهم مع اقتراب المعارك من مديرية أرحب وبني حشيش، ما يساعد في تمهيد الطريق للوصول إلى صنعاء.